حياك الله، شلونك؟ الله يحفظك. والله احنا نريد نقول لهم انتم من صعدت الدولار واثرتوا على المواطن الفقير، انتم راح تتاثرون بصعود الدولار. انتم رواتبكم 12 مليون و50 مليون و40 مليون، انتم تتاثرون بالدولار. والله والله حججهم انه نشجع المنتج الوطني. هو وين المنتج الوطني؟ وين المصانع اللي تنتج وتعمل ومشغله هاي الشباب العاطلين عن العمل؟ وين المصانع؟ من تهيون هيك خطوة غير أول مرة أكو مصانع تنتج. نعم. معامل شباب تشتغل تطلع منتوج عراقي، خليهم ينطونا فد معمل عراقي يشتغل. فد هسه خلي يجون نفتر الشورجيا والأسواق العراقية، أكو منتج عراقي؟ نعم. 95% استيراد وراح يبقى. لا 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 لا. إيه؟ حتى إذا موجود سعر التكلفة يجيبه مستورد أرخص. يعني إذا كانت مثلا بطل الحليب أو اللبن بألف دينار يبيع على الجملة، هو ذاك يجيبه 750. هو هم هسه يدون يشجعون المنتج الوطني. لعد انت وين على مدى 18 سنة ودخلنا بالسنة ال 18؟ وين المصانع اللي تشتغل؟ وين المعامل؟ وين ليش ما شجعت المنتج الوطني؟ ليش ما دعمت الصناعة العراقية والزراعة والاقتصاد العراقي دعمتوه؟ هسه جايين تدعمون تضحكون علينا، تضحكون على الشعب العراقي. والله نشجع المنتج الوطني. وين هسه يعني هسه يدون يشجعون المصانع بهالأزمة المالية هاي؟ بس أما أسأل سؤال ثاني. يعني إحنا اليوم عندنا رجال القطاع الخاص جاي يستثمرون بمولات وغير المولات، ليش ما يستثمرون بالزراعة وبالصناعة؟ تجار ما خلوا يشتغل. هسا المصانع هاي اللي كانت تشتغل، هذا مصنع أبو غريب مو كان ينتج؟ مو حرقوا هاي المصانع اللي وقفوها عن العمل وحرقوها؟ ألبان أبو غريب جاي يشتغل لكن هم استثمار شركة تركية وحرقوه. هسا مو حرقوه هي بوقتها يا أخي، إحنا ما نريد نبرر للسياسة.